بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 13 في مدارسة أحاديث الفتن، أحاديث في الفتن والحوادث للشيخ المجدد رحمه الله. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أحاديث في الفتن والحوادث، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتل الناس عليه، فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون، ويقول كل رجل منهم: لعلي أنا الذي أكون أنجو. وفي رواية: فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات. ومعنى انحسار الفرات أي انكشافه بذهاب مائه، والفرات هو النهر العظيم، أحد الرافدين العظيمين في بلاد العراق، فإن الرافدان هما دجلة وتأتي منابعه من أعالي جبال فارس، والفرات ومنابعه من جبال الروم في تركيا، فيمر ببلاد الشام ثم بلاد العراق إلى أن يلتقي مع دجلة في شط العرب، وما بين النهرين يسمى بالجزيرة الفراتية. هذا النهر العظيم الذي هو ونهر النيل جاء في الحديث أنهما من آرهال الجنة، في آخر الزمان ينكشف وينحسر ماؤه عن جبل، وهذا الجبل من ذهب، فيقتتل عليه الناس، حتى ذكر صلى الله عليه وسلم أنه يقتل عليه من كل 199، كلهم يرجو أن يصيبه، أن يأخذ وينال هذا الذهب. وفيه تهافت الناس على الدنيا وطلبهم لها وأخذهم إياها وشفقتهم وحرصهم على تحصيلها، ولو كان ذلك بالمقاتلة، ولو كان ذلك من وجوه الكسب المحرم. يقول عليه الصلاة والسلام: فمن أدركه منكم أدرك هذا الجبل أو أدرك ذلك الزمان وتيسر له أن يأخذ هذا الذهب فلا يأخذ منه شيئا، لا يأخذ منه شيئا، لأن في أخذه حتفه وبلاؤه وفتنته في دينه وفي دنياه. ولهذا الأموال التي يحصلها الناس تحصيلها من أحد طريقين: إما من طريق مشروع مباح كالبيع المباح والشراء المباح والورث الصحيح المباح، وكذلك اللقطة في غير الحرم، فإن وجد مالا والتقطه عرفه سنة في غير مكة، فإن جاءه صاحبه فهو أحق بهذا المال، وإن لم يجئ فهو لك، إلا في الحرم فإن اللقطة لا تحل أبدا. والنوع الثاني المكاسب المحرمة، وهو ما أخذ من المال على غير وجه حقه. ومن المكاسب المحرمة هذا
الجبل من ذهب الذي أخبرنا عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه قال فمن أدركه منكم فلا يأخذ منه شيئا. والعدد هنا قد يكون مراد وقد يكون غير مراد، والمعنى العام من هذا العدد أنه أكثر من يطلب هذا الكنز وهذا الجبل من ذهب أنه هالك في نفسه، هالك لأنه سيقتل لأجل هذا الكسب غير المشروع وغير المحرم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب، الأصل أنه جبل من ذهب، لكن قد يكون الذهب ذهب أسود وهو البترول والزيت، وقد يكون نحو ذلك، أي أنه ينحسر عن مال يكون سبباً لمقتلة الناس وتهافتهم عليها. وفيه أصل لما سبق من أن من الفتن العظيمة المدلهمة الكائنة قبل القيامة فتن المال والشفح على تحصيله وجمعه، وهذا المال ليس لك منه إلا المشروع والمباح. ولهذا سيسأل الإنسان يوم القيامة في المال سؤالان: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ أي هل اكتسبه من وجهه الحلال المشروع الصحيح؟ ثم أيضا فيما أنفق هذا المال؟ هل أنفقه في النفقات المشروعة الواجبة على نفسه وعلى أهله وعلى ولده، أو في النفقات المستحبة؟ فإن أنفقه في النفقات المحرمة تحمل وزر هذا المال وعقوبته. نعم. وله عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها. ومنعت الشام أحسن الله عملك مديها أحسن الله عملك ومنعت الشام مديها مديها أحسن الله عملك ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. وله أي لمسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم. كررها ثلاثا، ثم قال: شهد على ذلك، أي على هذا الحديث، لحم أبي هريرة ودمه، تأكيد أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه ذكر هذه الأمصار الثلاثة، وهي العراق والشام ومصر، التي فيها أسباب الازدهار وفيها أسباب الرخاء وفيها أسباب العيش الكريم بما يجري فيها من الأنهار وما فيها من خصوبة الزرع واجتماع الناس. ولهذا ما عرف المسلمون والصحابة الغنى إلا لما فتحت بلاد العراق والشام ومصر. يخبر عليه الصلاة والسلام أن العراق سيمنع دراهمه وهي الفضة، وقفيزه وهي ما يكال به الطعام، وأن الشام ستمنع مديها، والمدي نوع من أنواع المياوكيل، قيل إنها 10 مكوك، وتمنع دينارها وهو الذهب، وأنه سيأتي على الناس زمان تمنع مصر دينارها وهو ذهبها وإردبها. والإردب وعاء من خيش أو من قماش يستوعب 24 صاعة، الإردب الكبير الذي يوضع فيه البر والذرة وغيرها. وهذا الحديث
معناه عند أهل العلم أن هؤلاء أهل هذه البلاد العراق والشام ومصر يسلمون، فإذا أسلموا سقطت عنهم الجزية، لأن الجزية حكم شرعي يؤخذ من الكافر سواء كان من أهل الكتاب وهو الأصل أو من كان له شبه بأهل الكتاب كالمجوس، ويجوز أخذ الجزية حتى من الكفار الوثنيين إذا رأى ذلك ولي الأمر لمصلحة المسلمين، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية عن كفار تغلب وكانوا وثنيين، فهذا أمر مرده إلى اختيار واجتهاد ولي الأمر ولي أمر المسلمين فيما فيه مصالح المسلمين. فإذا أسلم هؤلاء سقطت عنهم الجزية بإسلامهم، وقيل وهذا هو المعنى الأكثر عند شراح الحديث من الجمهور، وهو أن أهلها أن أعداء المسلمين يستولون على هذه البلدان، يستولون على العراق وعلى مصر وعلى الشام حتى يمنعون عن المسلمين ما يأتيها من المدد من المال والطعام، ولهذا عبر بالدراهم والدنانير وهي المال، وعبر بالقفيز والمدي والإردب وهي أوعية نقل الطعام، وهذا المعنى هو الأظهر أنه تحاصر هذه البلدان ويستولى عليها. ولهذا جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند الإمام مسلم في صحيحه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك ألا يجيء إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك. والعجم اسم لجنس الكفار، يمنعون ذلك أن يصل إلى المسلمين. قال: وعدتم من حيث بدأتم، كررها ثلاثا، أي برجوعهم إلى الجزيرة التي ليس فيها أنهار جارية ولا مروج خضراء ولا أسباب للرغد والرخاء، وهذا يقع في آخر الزمان. نعم. وله عن المستورد القرشي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. وله أي لمسلم في صحيحه عن المستورد القرشي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. ما المراد بالروم؟ إما العجم بإطلاقه، أو أن المراد بالروم النصارى، لأنه جاءت الأحاديث أنهم بنو الأصفر، وبنو الأصفر اسم للأعاجم الكفار الوثنيين سواء كانوا نصارى أو كانوا مشركين، في آخر الزمان يكونون أكثر الناس. والمعنى والله أعلم أن الكفار ومنهم هؤلاء الروم يكون أكثر الناس، لأن أهل الإيمان يقلون والكفار يكثرون. ولا تقوم الساعة يوم تقوم في الأرض من هو مؤمن، لأن الله سيبعث في آخر الزمان بعد زمان عيسى عليه السلام ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى في الأرض مؤمن إلا وقبضت هذه الريح روحه، ولا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة، قال عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لما قال المستورد القرشي رضي الله عنه ذلك، سمعه عمرو بن العاص
الصحابي الجليل لما قال ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الساعة تقوم والروم أكثر الناس، قال عمرو بن العاص منصفا: ولو كان الروم أعداء لنا ونبغضهم في دين الله لكفرهم وشركهم، فإنه أنصفهم بذكر هذه الخصال الخمس التي تميزهم عن غيرهم من الأمم. قال عمرو رضي الله عنه: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربع. ذكر خمس خصال، وهذه إما أنها باجتهاده، وعمر من أذكياء الناس وهو ذكي العرب، أو أنها مما علمه من الوحي، والأظهر أنها الأول من سبره وذكائه الذي عرف به حال الروم. الخصلة الأولى: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، أي إذا قامت فيهم الفتن لا يعجلون، وإنما عندهم حلم وتأني وتأمل في هذه الفتنة، وذلك لأن عندهم علم، العلم والحضارة أثرت فيهم. أما الذين يبادرون ويسارعون عند الفتن فالغالب أنهم أهل الجهل والعجلة والاندفاع، ولا سيما الأعراب، فإن الأعراب سواء من بوادي المسلمين أو من أعراب العجم أسرع الناس عند الفتن لقلة حكمتهم وضعف علمهم وبصيرتهم. الخصلة الثانية: أنهم وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، إذا وقعت فيهم مصيبة، وقع فيهم خسف أو زلازل أو براكين أو انهيارات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية، هم أسرع الناس إفاقة بعدها، وهذا والله أعلم من أثر العلم وأثر الحضارة التي هم فيها. الثالثة: وأوشكهم كرة بعد فرة، إذا فروا فإنهم سريعا ما يجتمعون ويرصون صفوفهم ويقبلون لما عندهم من التنظيم والسمع والطاعة لرؤسائهم. الخصلة الرابعة: قال وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، أي أنهم يراعون مساكينهم وضعفاءهم وأيتامهم. حتى الآن في نظامهم الاجتماعي الذي استوردوه من المسلمين لا تجد عندهم فقير، إنما يغذونهم ويغنونهم من نظامهم المجتمعي يسمى في الغرب نظام الويلفير، الذي يغنى فيه الفقير والمسكين والضعيف عن السؤال والحاجة. ولهذا يسألنا كثيرا إذا جاء وقت زكاة الفطر، يسألنا المسلمون المقيمون في تلك البلاد، في بلاد النصارى في الغرب، لا نجد من يأخذ زكاة الفطر لعدم استحقاقها، ماذا نفعل في ذلك؟ لماذا؟ لأن النظام الاجتماعي عندهم يغني الفقير والمسكين والضعيف ويراعون حقوقهم، وهذا أمر مشاهد الآن ومحسوس. فنقول لهم: أرسلوا زكاة فطركم إلى فقرائكم في بلدانكم، وتخرج عنهم طعاما كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث ابن عمر وأبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم، التي هي الأصول الثلاثة في زكاة الفطر. قال وخامسة، أي خصلة خامسة، وخامسة حسنة جميلة، وهذا فيه أن أهل العلم ينصفون: ولو كان المنصف عدو لنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. بغضنا للروم وللكفار لا يعني أنهم لا ينصفون، وإنما يذكر ما عندهم من الحق ويشاد به عندهم. قال وأمنعهم من ظلم الملوك، أنهم لا يمكنون رؤساءهم وملوكهم وأمراءهم من ظلمهم، وهذا والله أعلم مرده إلى نظامهم وإلى تعلمهم وإلى قيامهم على أمر دنياهم. لا شك أنهم في أمر الدنيا أحرص الناس عليها وأعلم الناس بها، والله جل وعلا ذكر هذا الأصل العام عند الكفار.
أنهم يعلمون ماذا؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أي أنهم أحسنوا معاشهم ونظامهم وحياتهم، وهذه بلدانهم هي أخصب البلدان، لكنهم والعياذ بالله غفلوا عن الآخرة، أشغلتهم الدنيا وترفها وعيشها عن الآخرة. وفي حديث عمر أنهم قدمت لهم وعجلت لهم ماذا؟ حسناتهم، لأن الله لا يظلم أحدا. نعم. وله عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل الغرب عليهم ثياب الصوف ووافقوه على أكمة، فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، فقالت لي نفسي: ائتهم فاقعد بينهم وبينه لا يغتالونه. ثم قلت: لعله نجي معهم. فأتيتهم فقمت بينهم وبينه فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي: قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، وتغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحها الله. عندك قال: فيفتحها ولا فيفتحه؟ أحسن الله عملك، فيفتحها بالهاء. إيه هاء بعدها ألف. ها؟ نعم أحسن الله إليك. الظاهر أنه فيفتحه الله. نعم. ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. قال: فقال نافع: يا جابر، لا نرى الدجال يخرج حتى يفتح الروم. وله أي لمسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة. سفرات النبي عليه الصلاة والسلام لا تخرج عن ثلاثة أنواع: ليس فيها سفر للسياحة ولا للنزهة. السفر الأول هجرة. من أين إلى أين؟ هاجر من مكة للمدينة، وأمر قبل ذلك أصحابه بهجرتين من مكة إلى أين؟ إلى الحبشة. السفرة الثانية سفراته في غزواته عليه الصلاة والسلام، حيث غزا بنفسه 18 غزوة. 18 غزوة. النوع الثالث سفراته لماذا؟ للصيد. ما سافر للصيد؟ ها؟ طيب للتجارة. سافر للتجارة قبل البعثة. أما بعد البعثة فسفراته 3: إما هجرة، وإما غزو وجهاد في سبيل الله، وإما للحج والعمرة. ولنا في رسول الله ماذا؟ أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل الغرب، أي من الجهة الغربية، غرب المدينة أو غرب الجهة التي غزوا فيها، عليهم ثياب الصوف، كأن هؤلاء أهل ديانة وأهل تزهد، فوافقوه على أكمة، على مكان مرتفع، على رابية. قال: فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، واقفون، والرسول قاعد من تحريهم وحرصهم أن يسمعوا كلامه. يقول نافع بن عتبة رضي الله عنه: فقلت في نفسي: ائتهم فاقعد بينهم وبين رسول الله. يكون حائلا بين النبي وبين هؤلاء القوم. لماذا؟ تجسسا؟ ها؟ لا، لئلا يؤذوا رسول الله ولا يغتالونه. ثم قلت: لعله نجي، لعله يناجيهم، يسارهم. ومن أدب الصحابة ومن أدب الكرام أنه إذا تناجى قوم ألا تدخل بينهم. لماذا؟ لئلا يكون ذلك مدعاة للفتنة وقالة السوء الذي لا يحب أن يستمعون إلى حديثك. وقد نهى عليه الصلاة والسلام، نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث لئلا يوقع الشيطان في قلبه ريبة وقالة سوء.
عنده تردد بين أمرين: الأول خوف على النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني لعله نجي. تنازعه هذان الأمران. ما الذي غلبه؟ نافع بن عتبة غلب الأول، خوفا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجئت فقمت بينهم هؤلاء القوم الوقوف الذين عليهم ثياب الصوف، وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: فحفظت منه أربع كلمات أعدهن بيدي. وهذا فيه أن العلم مداره على الحفظ. علم الشريعة شأنه شأن الحفظ، إذ الحفظ أساس للفهم، وكل علم لا بد فيه أساس يحفظ. الرياضيات هذا العلم الدنيوي الشريف له أسس تحفظ، كجدول الضرب والزائد والناقص والقسمة، هذه تحفظ، وما جاء بعدها يفهم. قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله. وكأن هذا والله أعلم في أول الغزو، لأن الجزيرة لم تفتح كلها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أين بلغ فتح الجزيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يبلغ إلا إلى تبوك وأطراف جبل طي. اليمامة لم تفتح كلها، وأطراف اليمن، لكن في عهد الصديق ثم في عهد عمر فتحت كل الجزيرة، فدخلت في حكم الإسلام وفي حكم الصحابة رضي الله عنهم. قال: ثم فارس. وثم تدل على الترتيب، وبالفعل فتح الصحابة الجزيرة وخلصوها من المرتدين، ثم توجهوا بأمر الصديق إلى فارس وهزموا الروم، هزموا الفرس في الحيرة وفي المدائن، وفتحها الله عز وجل على أيدي المسلمين بإمرة سعد بن أبي وقاص وإمرة خالد بن الوليد والقعقاع بن عمرو ومن معهم. ثم جاء الأمر إلى خالد أن يفزع إلى من؟ إلى الشام. قال: ثم فيفتحها الله، وتغزون الروم فيفتحها الله. والروم هي الشام، وسميت بالروم لأن أهلها من الروم، من النصارى، وقد فتحت أيضا في عهد عمر رضي الله عنه. وهذه الفتوحات لم تتجاوز مدة 8 سنين، فتح الجزيرة ثم العراق ثم الروم في مدة 8 سنوات. لما صدق القوم مع الله صدقهم الله سبحانه وتعالى. قال: ثم تغزون الدجال، أي تحاربون الدجال ومن معه، دل على أن الدجال سيتبعه قوم كثيرون، وسيغزوهم المؤمنون ويجاهدونهم، وسيأتينا في الدجال أحاديث خاصة نرجع الكلام عليها في وقتها إن شاء الله. فيفتحه الله، أي يهزمه، يهزم الدجال ومن معاه. قال نافع: يا جابر، لا نرى الدجال يخرج حتى يفتح الروم، لأن النبي رتب هذه الأربع، بدأ بالجزيرة جزيرة العرب، ثم فارس، ثم الروم، ثم الدجال. وهذا يدل على أن الأمر قريب ليس بالبعيد. نعم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. نعم. وله عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه. نعم. هذان الحديثان ساقهما المؤلف ليفسر الثاني الأول على منهجه في سياق الروايات في الموضع الواحد، لتفسر الروايات، روايات الأحاديث بعضها بعضا. وهذا منهج أصيل من مناهج أهل السنة والجماعة في فهم الوحي،
أنهم يفهمون القرآن بالقرآن ويفهمون القرآن بالسنة. وقد عظم تفسير الإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي الشافعي رحمه الله، عظم قدره ومكانته عند العلماء لأنه فسر القرآن بالقرآن، وكذلك السنة وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تفسر أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يسوقها العلماء، يسوقون الروايات في الموضع الواحد لتفسر الرواية، يفسر الروايات بعضها بعضا. وهذا صنيع الإمام مسلم في صحيحه، فإنه يسوق الروايات المختلفة بالسياقات والأسانيد المختلفة في موضع واحد. لماذا؟ ليفسر الحديث بعضه بعضا. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، أي أنه أعرابي وجبار وظالم، حتى أنه يسوق الناس بعصاه يضرب هذا ويتكبر ويتعالى على هذا. هذا الرجل يقال له الجهجاه، بجيمين وهائين، الجهجاه. وهذا مفسر في الرواية الأخرى: لا يذهب الليل والنهار، يعني لا تنقضي الدنيا حتى يملك رجل يقال له الجهجاه، أي يكون ملكا. فهذا الذي يسوق الناس ويخرج وهو من القبيلة المعروفة من قحطان يكون ملكا، لكنه ملك متجبر وأمير ظالم يسوق الناس بعصاه. وقحطان قحطانان، قحطان بن يعرب وهي قحطان الأولى، ويسمون بالعرب العاربة، وكانت منازلهم اليمن، منهم حمير ومنهم سبأ ومنهم قبائل الأزد بأنواعها، ومنهم الأوس والخزرج، ومنهم طي، ومنهم كندة، ومنهم الغساسنة والمناذرة، الذين انتقلوا من اليمن بعد انهدام السد، سد مأرب في السيل العرم. القسم الثاني قحطان الثانية، قحطان الثانية الجديدة، وهم من ينسبون أنفسهم إلى قحطان الذي هو من أحفادي وأبنائي قحطان بن يعرب. والعرب قسمان: عرب عاربة وهم القحطانيون نسبة إلى قحطان بن يعرب، وسموا بالعرب العاربة لأنهم تكلموا بكلام العرب. النوع الثاني العرب المستعربة، كانوا غير عرب ثم نطقوا بالعربية لمخالطتهم العرب العاربة فسموا بالمستعربة، وهؤلاء أبناء من؟ إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل الصلاة وأزكى السلام. ومن العرب المستعربة بنو إسماعيل، بنو عدنان، قريش، قيس عيلان، تميم، كعب وهذيل، وقبائل العرب الأخرى من العرب المستعربة، ومجموع العرب من هاتين القبيلتين أو من هذين الفرعين العظيمين. نعم. وله عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وفي لفظ: تقاتلكم أمة ينتعلون الشعر وجوههم مثل المجان المطرقة، وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الأنوف، وفي لفظ: يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر، وفي لفظ: حمر الوجوه صغار الأعين. كل هذه الأحاديث في صحيح مسلم وفي غيرها في إثبات هذه الفتنة العظيمة في مقاتلة التتار الذين هم من الترك،
والترك من ذرية يافث ابن نوح. وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأوصاف، وجوههم كالمجان المطرقة. المجان جمع مجن، والمجن الترس الذي يقي ضربات السيوف، أي أن وجوههم مفلطحة كأنما طرقت، وأنهم صغار العيون ذلف الأنوف، أي أنوفهم ليست واقفة كأنوف العرب وإنما صغيرة مفلطحة القاعدة. وهؤلاء هم التتر. ذكر من أوصافهم أنهم نعالهم الشعر، أي يلبسون النعال التي من شعر، لأن بلادهم بلاد ما إيش؟ باردة. وقد قدم التتار من التبت ومن سيبيريا وانحازوا على المسلمين، وكان في شأنهم الخبر العظيم في الفتنة العظيمة، أي بسببهم سقطت الخلافة العباسية واجتاحوا على بلاد الشام وأطراف من جزيرة العرب واستولى على العراق كله. وسيأتينا أن المسلمون انقسموا إلى ثلاث فئات في حروبهم. وكان من جراء هذا الغزو التتري الذي استمر أكثر من 200 سنة، سقطت بغداد 654، وقبلها المعارك العظمى في فارس وفي خوارزم وسمرقند، واستمر ذلك إلى عهد شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن معركة شقحب سنة 703 وكانت ضد التتر، وجاهدهم فيها شيخ الإسلام، إلى أن دخل التتر في الإسلام وانحصر ملكهم إلى أن صار في أطراف الهند، في بلاد الهند. وهؤلاء هم المغول الذين منهم قبائل الخان الذين ما زالوا موجودين في تلك الجهات. هذا الأمر وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أهل السنة عندهم قاعدة أنهم لا ينزلون أحاديث الفتن على الأعيان إلا إذا جاء الدليل دالا على ذلك. مثلا لا يقال إن هذا الحديث يراد به فلان بن فلان حتى يأتي الحديث، لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه يقال له الجهجاه، هذا جاء اسمه ووصفه ونعته في الحديث. وكذلك ذكر التتر، وقد سماهم النبي الترك لأن التتر من الترك، والترك قبائل من ذرية يافث ابن نوح. وليس من طريقة أهل السنة ما يفعله الجهال في هذه الأزمان أن ينزلوا أحاديث الفتن على الأعيان ثم يبنون على ذلك التصورات والاعتقادات وأنواع التحليلات. في هذا الزمان ضعاف العلم وقليل العقل والجهال أشغلوا الناس بأحاديث السفياني ونزلوها على فلان بن فلان من الرؤساء. أحاديث السفياني كلها ضعيفة لأن مدارها على نعيم بن حماد الخزاعي، وهو سيء الحفظ ومن فرد به لا يحتج به، لكن بعض الناس عنده من العجلة والفهم غير السديد الذي ينزل الأحاديث الواردة في الفتن على الأعيان. طيب إذا انقضت هذا العين وقع في حيس وبيس. أما أهل السنة فليس هذا منهجهم، إلا ما دل الدليل على وصفه ونعته الدقيق قالوا به، لأن أهل العلم وأهل السنة يدورون مع الأدلة والنصوص حيثما دارت. نعم. ولأبي داود عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هو ابن بريدة؟ البريدة هي البلدة المعروفة بالقصيم. من هو ابن بريدة؟ من هو؟ ما اسمه؟ من يعرف؟ هو عبد الله ابن بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، يروي هذا الحديث عن أبيه بريدة ابن الحصيب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولأبي داود عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقاتلكم قوم صغار الأعين يعني الترك، قال: تسوقونهم ثلاث مرار حتى تلحقونهم بجزيرة العرب، حتى تلحقونهم، أحسن الله عملك، حتى تلحقونهم بجزيرة العرب. فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض، وأما في الثالثة فيصطلمونه كما قال. نعم، حديث بريدة عند أبي داود سيأتي مفسرا في الروايات التي يسوقها الشيخ بعد قليل. وهؤلاء المقاتلون هم الترك بنو قنطوراء، وهؤلاء سيكون للعرب معهم، أي للمسلمين معهم، ثلاثة وقفات، فأما قسم منهم فسينهزمون، يقاتلونهم حتى يلحقونهم بالجزيرة، يعني كر فر إلى أن يقدم هؤلاء إلى الجزيرة. هذه في السياقة الأولى ينجو من هرب منهم، من هرب من هؤلاء التتر ينجون. أما الثانية في السياقة الثانية، الكرة الثانية، ينجو بعض ويهلك بعض. أما السياقة الثالثة يصطلمون، أي أنهم يحصدون بالسيوف كما يصطلم الزرع إذا حصد وجز ولم يبقى منه شيء. نعم. وله عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة، عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين، ويكون من أمصار المهاجرين، ويكون نعم، ويكون من أمصار المهاجرين. هذا من أعلام الغيب التي لم تقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هل كان في عهد النبي مدينة اسمها البصرة؟ تعرفون الجواب إذا علمتم من الأول من أنشأ البصرة والكوفة. هذان بلدان مصران مصرة، أي اتخذا بلدين في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي قبل عمر لا تعرف لا بصرة ولا الكوفة ولا بغداد، وبغداد جاءت في المئة الثانية، هي بغداد المنصور أبي جعفر التي عمرها بدأ بنائها 140 من الهجرة، وأتم بنائها 149. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي هو من أعلام النبوة بشيء لم يقع ووقع بعده قريبا، قال: ينزل ناس من أمتي بغائط. ما المراد بالغائط؟ المكان إيش؟ المنخفض، المكان المنخفض يسمى غائط، وسمي الغائط غائطا لأن صاحبه يتخذ المكان المنخفض، يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة. وبالفعل البصرة على ضفة دجلة، عليه جسر أن يعبر من ضفتي النهر للآخر، يكثر أهلها أي نزولا وسكنا لها، ويكون من أمصار المهاجرين، من أمصارهم أي من مدنهم التي يهاجرون إليها ويسافرون إليها ويسكنون إليها. أول من سكن البصرة والكوفة هم المجاهدون الذين خرجوا من الجزيرة من قبائلها مجاهدين للفرس وللحيرة والمدائن، فإن البصرة والكوفة كانتا ثغرين ينتقل منهما المجاهدون إلى الجهات، ولهذا أرسل لها الصحابة العلماء ونزل فيهم الكبرى منهم كابن مسعود وأبو موسى الأشعري وابن عباس وعمار بن ياسر يعلمونهم العلم. نعم. وفي لفظ من أمصار المسلمين: فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء
عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر، فيتفرق أهلها ثلاث فرق: فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم يقاتلونهم وهم الشهداء. وفي لفظ أحمد بعد الفرقة الأولى: وأما فرقة فتأخذ على نفسها وكفرت فهذه وتلك سواء. وقال في الثالثة: ويفتح الله على بقيتها. هذا الحديث جاء من روايتين عند أبي داود وعند أحمد، أنهم ينزل المسلمون في البصرة، فإذا نزلوا واستقروا وزرعوا غزتهم الترك بنو قنطوراء وهم التتار، وصفهم بأنهم عراض الوجوه، أي كأنها مجان مطرقة قد طرقت حتى صارت مفلطحة، صغار الأعين حتى ينزلوا على الشط النهر، فيفترق المسلمون عندئذ ثلاث فرق: فرقة وطائفة يأخذون بأذناب البقر أي بالزرع، ويأخذون بالبرية أي يلحقون إبلهم بالصحاري، أي أنهم ينشغلون بالدنيا زرعا وضرعا عن الجهاد في سبيل الله. وهلكوا، هلكوا بماذا؟ بتركهم الجهاد الذي فيه عزهم وانشغالهم في الدنيا. ويؤيده الحديث: إذا أخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم إيش؟ الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا، أي مهانة، حتى ترجعوا إلى دينكم، تتركوا الدنيا وترجعوا إلى دينكم دفاعا عنه واستبسالا به ونشرا له. قال: وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، همهم الدنيا، يأخذون لأنفسهم العهد على أن لا يجاهدوا هؤلاء إلى أن يكفروا بدخولهم في دينهم، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم يقاتلون هؤلاء بنو قنطوراء، هؤلاء الكفرة المعتدين الصائلين من هؤلاء الوثنيين وهم الشهداء. جاء اللفظ عند الإمام أحمد: لينزلن طائفة من أمتي أرضا يقال لها البصرة، يكثر بها عددهم ويكثر بها نخلهم، ثم يجيء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار العيون حتى ينزلوا على جسر لهم يقال له دجلة، أي جسر على هذا النهر العظيم، فيتفرق المسلمون ثلاث فرق: فأما فرقة فيأخذون بأذناب الإبل وتلحق بالبادية، همهم التكثر، من أين؟ يتكثرون من الزرع والضرع، ومال العرب ما هو؟ إما ضرع وإما أرصدة في البنوك، صحيح؟ ها؟ زمان ما كانت في بنوك، إيش كان فيه؟ مصارف؟ أين مال العرب؟ مال العرب إما زرع وإما ضرع، والتجارة ناشئة من الزرع والضرع، فهؤلاء انشغلوا بالدنيا عن الجهاد. وأما فرقة فتأخذ على نفسها فكفرت، أي لا تبالي، تدخل في حكم هؤلاء الكفرة إلى أن يزول دينهم، فهذه وتلك سواء، أي في الإثم وفي الإعراض عن القيام على دين الله. وأما فرقة وهي الثالثة فيجعلون عيالهم أي ذراريهم خلف ظهورهم فيقاتلون، فقتلاهم شهداء، ويفتح الله على بقيتها، أي نصرا لهم على هؤلاء الغشمة الظلمة الكفرة من التتر. نعم. وللبزار عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت عمود الكتاب رفع من تحت رأسي،
فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فذهب به فذهب أحسن الله عملك فذهب به إلى الشام. وإن الإيمان حين ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. صححه عبد الحق. هذا حديث رواه البزار ورواه أحمد ورواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعن أبي الدرداء، وصححه عبد الحق الإشبيلي، عبد الحق الإشبيلي صاحب الكتاب الكبير الأحكام الكبرى والأحكام الصغرى، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم. إذن هذه رؤيا منام أو رؤيا يقظة؟ رؤيا منام، ورؤيا المنام للنبي وحي فقط، رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحي ينبني عليها ما ينبني على الوحي الذي يأتي في اليقظة. قال الله جل وعلا في الصافات قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. من الرائي؟ إبراهيم. من المرئي فيه؟ إسماعيل. قال يا أبت افعل ما تؤمر. عرف إسماعيل أن هذا المنام وحي، لأن منام الأنبياء فقط عليهم السلام وحي يوحيه الله إليهم، ومنام غير الأنبياء ليس بوحي. لكن لما ضعف العلم وقل العقل ونقص الدين أصبح الناس يتأثرون بالمنامات أعظم من تأثرهم بقوارع الآيات والأحاديث، خصوصا النساء وضعاف الإيمان من الرجال، فتجده يصلي ويصوم ويتصدق لأنه رأى في منامه ما يوجب له ذلك. طيب الآيات القارعة والزاجرة والآمرة والأحاديث لم تحرك فيه ساكنا كما حرك ذلك المنام فيه، وهذا يكثر متى؟ في آخر الزمان يا أخواني. طيب الوحي له ستة أشكال، كان الوحي يأتي الأنبياء على ستة أشكال، منها أن يأتي مناما كما ها هنا. الحالة الثانية أن يأتي الوحي على هيئة صلصلة الجرس، وهو أشده ما يكون على النبي. تقول عائشة رضي الله عنها كان ينزل عليه الوحي على هذه الصفة وإنه ليتفصد عرقا في اليوم الشاتي، اليوم البارد، وكان إذا نزل عليه الوحي على هذه الصفة وهو على ناقته تبرك الناقة لا تتحمل ثقل النبي وما يلقى عليه. الحالة الثالثة أو الشكل الثالث من أشكال الوحي أن يأتيه الوحي على هيئة رجل، وأكثر ما كان يأتي جبريل على صورة من؟ دحية الكلب رضي الله عنه، وكان من أجمل الصحابة صورة، وأحيانا على صورة أعرابي كما في حديث جبريل المشهور. الصورة الرابعة من أشكال الوحي ما يلقى في روعه عليه الصلاة والسلام، ومعنى ما يلقى في روعه أن يقذف في خاطره وقلبه. الصورة الخامسة، خامسة أنتم معي ولا بس تهزون رؤوسكم؟ عد الخمسة. ما يلقى ذكرت ثلاثة، داير شنو يا زول؟ الخامسة أيها الإخوة، الخامسة ما يلقى في روعة، السادسة ما أوحاه الله إليه بغير واسطة لما عرج به إلى أين؟ إلى السماء.
ما عرج به إلى السماء افترض الله عليه الصلوات بغير واسطة. قال عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم رأيت عمود الكتاب، عمود الكتاب أي الوحي الذي به قوام هذا الكتاب، قوام الوحي وعليه اعتماده، رفع من تحت رأسي، تحت رأسه في المدينة حيث هو نائم، فظننت أنه مذهوب به أي سيرتفع إلى السماء، فأتبعته بصري فذهب به إلى الشام، الشام شمال المدينة. قال: ألا، وألا أداة حظ وتحضير، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام، يعني في آخر الزمان يكون الإيمان والمؤمنون واجتماع كلمتهم وإمامهم المهدي والمجاهدون في سبيل الله معه في بلاد الشام. متى؟ في آخر الزمان، قرب الملاحم العظمى والكبرى مع الروم ومع الكفار، لا سيما إذا نزل الدجال. ولهذا ينزل عيسى بن مريم أين؟ في الكعبة ولا في المدينة؟ ينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقي دمشق، هذا في آخر الزمان. هذه رؤيا نبي وهي حق، وهي من أدلة فضائل الشام. متى؟ في آخر الزمان، ينحاز إليها المؤمنون والمجاهدون مع أميرهم وولي أمرهم، وعليهم ينزل عيسى بن مريم. طيب، رؤيا غير النبي، منام غير النبي ينقسم إلى قسمين: إما رؤيا صالحة فهذه من الله مبشرة ومطمنة ومثبتة للمؤمنين، يراها المؤمن لنفسه أو يراها لغيره. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الرؤيا الصالحة من الله، يراها المؤمن أو ترى له، وهي مبشرة لا ينبني عليها أي حكم شرعي وأي أمر عقدي، لا ينبني عليها لا حكم شرعي ولا أمر عقدي. النوع الثاني: حلم مزعج مؤذي كابوس، وهذا من أين؟ من الشيطان. الرؤيا الصالحة من الله بواسطة ملك، أما الحلم المزعج المؤذي فهو من أين؟ من الشيطان، ليحزن الذين آمنوا. ولهذا أمرنا تجاهه النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشياء. الأمر الأول أن من رأى من منامه ما يزعجه ويؤذيه، رأى حلما، فليتفل عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، ويستعذ بالله من شر ما رأى ثلاثا. يقول هكذا: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت. الأمر الرابع: وينقلب على جانبه الآخر تفاؤلا بأن الله يغير حال المنام المؤذي إلى غيره. الأمر الخامس: قد يتكرر المنام الحلم المزعج سواء في ليلته أو في ليالي أخر، فإذا تكرر فليقم وليتوضأ وليصلي كم؟ ركعتين، فإن وضوءه سلاح، سلاح له في حربه مع الشيطان، وصلاته تخسئة للشيطان. الأمر السادس: ولا يحدث بهذا أحدا فإنها لا تضره بإذن الله، لا تضره بإذن الله. قد يقول قائل: هناك نوع ثالث وهي أضغاث الأحلام، الخرابيط. نقول: هذه أضغاث الأحلام في الحقيقة ترجع إما إلى الأول أنها رؤيا مبشرة، أو ترجع إلى الثاني، وغالب أضغاث الأحلام ناشئة من تهيؤات الإنسان في اليقظة وتفكيره، ولهذا ما أسرع ما ينساها مجرد أن يستيقظ. نعم.
ولأبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي الشام التي هي دمشق والغوطة، إنما قدم لما قدم في تجارة خديجة إلى البلقاء إلى دون بصرى، بل أرجع بحيرة الراهب، أرجع أبا طالب ومعه النبي من أن يدخل بلاد الشام خوفا على رسول الله ممن؟ من اليهود، لأن بحيرة عرف رسول الله بوجهه صلى الله عليه وسلم. يقول فسطاط أي صفوف المسلمين عند الجهاد في بلاد الشام في الغوطة، الغوطة شرق دمشق عند مدينة يقال لها دمشق، إيش؟ من خير مدائن الشام، مدائنها أي حواضرها. وفي دمشق ينزل عيسى، وإذا المسلمون قد اصطفوا صفوفا للجهاد لقتال الدجال ومن معه من اليهود والمشركين والمرتدين، فهذا دلالة على فضل الشام متى؟ في آخر الزمان. نعم. ولابن أبي شيبة عن أبي الزاهرية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معقل المسلمين في الملاحم دمشق. ولابن أبي شيبة لا نعم يا شيخ عن أبي عندك كذا ولا عن ابن عامر؟ أحسن الله إليه، قال عن أبي كذا بالمطبوع وفي مصنف ابن أبي شيبة أبي الزاهرية. إيه طيب عفى الله عنك. ولابن أبي شيبة عن أبي الزاهرية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معقل المسلمين في الملاحم دمشق، ومعقلهم من الدجال بيت المقدس، ومعقلهم من يأجوج ومأجوج الطور. وهذا فيه فضل بلاد الشام في آخر الزمان، حيث أنها تكون معقل المسلمين في الملاحم، معقلهم يعني مكان حوزتهم وحفظهم وقوتهم وامتداد مددهم وجهادهم. معقلهم من الدجال أي حوزتهم وعصبتهم من الدجال بيت المقدس. ليه؟ لأن بيت المقدس فيه حتف الدجال، والدجال حرم الله عليه بقعتين، مكة فهي حرم الله وهي حرام على الدجال، والمدينة وهي حرم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حرام عليه، فإنه سيأتي الدجال. والمدينة يومئذ لها سبعة فجج، سبعة طرق تنفذ إليها. الآن للمدينة ستة طرق والسابع ينشأ، فالأمر ليس بالبعيد. فكلما أراد الدجال أن يدخل إلى المدينة، إذا أقبل رأى القصر الأبيض قال: هذا القصر الأبيض قصر محمد، يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فكلما هم أن يدخل المدينة من فج من فججها، من طريق من طرقها، تمنعه الملائكة، يستقبله ملكان معهم السيف ومصلته يمنعانه من دخولها. أين يذهب؟ ينزل في شمالي المدينة في أرض سبخة ذات ملح، ملتقى أودية المدينة، وادي العقيد ووادي قناة، يقال لها أرض الجرف، فيضرب صيوانه. عندئذ ترتجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إلى الدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. ما خبث المدينة؟ كل من كان فيها من أهل الكفر والنفاق وأهل الشنآن. ترتجف المدينة فيخرج إلى الدجال، فتصفو المدينة لأهلها، إلى أن يسير الدجال بمن معه إلى أرض الشام، وينزل عيسى فيهرب الدجال، فيدركه عيسى بباب لد
شمال بيت المقدس فيقتله ويريح المسلمين من شره. قال: ومعقلهم من يأجوج ومأجوج، لأن يأجوج ومأجوج متى يخرجون؟ بعد نزول عيسى وبعد قتل الدجال. إذن الدجال ثم نزول عيسى ثم خروج يأجوج ومأجوج. معقلهم ومحفظهم من يأجوج ومأجوج الطور. ما المراد بالطور؟ الجبال العالية، الجبال العالية، ومنها طور سيناء. وإلا طور سيناء ما يستوعب جميع الناس. ولهذا في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في صحيح مسلم الطويل قال صلى الله عليه وسلم: فيوحي الله إلى عيسى: يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان، أي لا قدرة ولا قوة، لا يدان لأحد بهم، فحرز عبادي إلى الطور. فيأذن الله جل وعلا بسيلان وخروج يأجوج ومأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق. نعم. ولابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الملاحم بعث الله جيشا من الموالي، هم أكرم العرب فرسا وأجوده سلاحا، يؤيد الله به الدين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه أن العرب آخر الزمان يقلون، وأن العرب يضعف فيهم الدين، ويأتي من ينصر هذا الدين من غير العرب من مواليهم، أي ممن كانت أصولهم أعاجم وكانوا أرقى عند المسلمين ثم أسلموا وتناسلوا. إذن الدين ليس له علاقة بالجنس أيها الإخوة، دين الله جل وعلا لا علاقة له بالعرق وبشرف النسب، إنما هو بمن استقام على هذا الدين وتمسك به حتى يرتفع. ويدل عليه هذا الحديث: إذا وقعت الملاحم، والملاحم الحروب العظيمة الجارفة، بعث الله جيشا من الموالي، أي موالي العرب ليسوا من أصولهم، هم أكرم العرب فرسا، يعني أفراسهم وخيولهم من أطيب الأفراس، وأجودهم سلاحا، يؤيد الله بهم هذا الدين. إذن الدين دين من؟ دين الله، الدين دين الله، إن كنا أهلا حملناه، وإن لم نكن كذلك أعز الله دينه بغيرنا. وتقرؤون في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فإيش؟ فسوف يأتي الله بقوم، انظروا أوصافهم، يحبهم ويحبونه، أهل إيمان صحيح واعتقاد صادق، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ثم قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. لا تظن أنك لما كنت من أشرف العرب ومن قبائلها ومن آل البيت أنك قد جاوزت القنطرة، إنما عزك وفخرك ونجاتك باستقامتك على دين الله عز وجل. إن استقمت على الدين رفعت في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإن لم تستقم على دين الله فلا ينفعك شرفك في نسب ولا منصب ولا مال. وفي الحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لكن العرب لا تزال فيهم الفخر والاعتزاز بالنسب. عبد الملك بن مروان من ملوك بني أمية، وكان في أول أمره طالب علم، لما ولي الخلافة وإمرة المؤمنين أوكل تعيين العلماء
في الأمصار إلى زميله محمد بن مسلم الزهري الراوي الشهير من التابعين، قال: من جعلت على الحرم؟ قال: عطاء بن أبي رباح. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: بل من الموالي يا أمير المؤمنين. فبدأ يعددها مصرا مصرا، ذكر مصر والشام، وفي الشام جعل مكحول الدمشقي، وفي المدينة عكرمة، وفي البصرة الحسن البصري. كلما عد مصرا مصرا من أمصار المسلمين قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي يا أمير المؤمنين. حتى بلغ الكوفة، قال: من جعلت على الكوفة؟ قال: عامر ابن شراحيل الشعبي. قال: من العرب أم من الموالي؟ قال: بل من العرب يا أمير المؤمنين. كل من قبله ممن؟ من الموالي، إلا هذا الأخير من العرب. فقال عبد الملك بن مروان كلمته الشهيرة: فرجت عني يا زهري، الآن نفست عني. ليش فرج عنه؟ لأنه وجد عالم من العرب ولي أمر الناس في أمر الفتيا والقضاء والتعليم والصدور. فقال الزهري: محمد بن مسلم مه يا أمير المؤمنين، يعني أها بس، إنما هو دين من أخذ به ساد ومن تركه وضع. العبرة لهم هو بالنسب وشرف القبيلة، العبرة بهذا الدين، من أخذ به ساد ومن ترك الدين وضع. قال: صدقت يا زهري، ما دام الأمراء يرجعون إلى العلماء ويأخذون عنهم فهم في سلامة وفي منهج سديد. قال: صدقت يا زهري. الزهري ما جامل عبد الملك وهو الخليفة، إنما أبان الحق بدليله. نعم، البخاري صاحب الصحيح من العرب أو من الموالي؟ من الموالي، من موالي قبيلة جعف. مسلم ابن مسلم ابن الحجاج النيسابوري من موالي قشير. أبو داود من الموالي. ترمذي من الموالي. النسائي من الموالي. ابن ماجه من الموالي. مالك وأحمد من العرب. إذن هذا الدين من أخذ به وحفظه ارتفع عند الناس وعند الله. نعم. ولمسلم عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال: لا تقوم الساعة حتى يكون عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدجال، ويأجوج ومأجوج، ونزول عيسى بن مريم، وثلاث خسوفات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا. وفي رواية له: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس. وفي رواية له: وريح تلقي الناس في البحر بدل نزول عيسى. هذا الحديث حديث جليل، وهو حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامات العشر الكبرى. ولهذا هذا الحديث حديث حذيفة ابن أسيد عند مسلم يعتبر أصل من أصول أشراط الساعة. سبق معنا حديث من؟ عمرو ابن عوف، حديث عوف ابن مالك الأشجعي عند البخاري، وهذا وذاك الحديث أيضا أصل، وهذا الحديث أصل آخر. كيف ذلك؟ عدد فيه صلى الله عليه وسلم عشر آيات وعشر علامات، هي التي سماها العلماء بالآيات الكبرى وعلامات الساعة الكبرى والعظمى، حيث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سياق واحد. ذكر الدخان والدجال والدابة ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج
والدجال، وذكر طلوع الشمس من مغربها، وذكر خسوفا ثلاثة: خسف في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف في الجزيرة، وذكر آخرها: نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم، تطرد الناس إلى محشرهم. هذه هي أشراط الساعة العشر الكبرى. ما الذي وقع منها؟ لم يقع منها شيء، لأن وقوعها سيكون في وقت مقارب، وقوع العشر في وقت مقارب. جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح، أن هذه العشر تقع متتالية متتابعة كعقد انفرط نظمه فتتابعت خرزاته، هذه إثر هذا. جاءت الأحاديث بأن الدجال يعقبه نزول عيسى، يعقب نزول عيسى إيش؟ يأجوج مأجوج، وآخر العلامات نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. الحديث جاء لي بقصة وله سبب في وروده. يقول حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم، أي من مكان مرتفع. جاء في رواية: اطلع علينا من أين؟ من غرفة وهم في الأسفل. فلما اطلع عليهم وهم يتحدثون قال: ما تذاكرون؟ ما الذي تتحدثون به؟ بماذا تحدث الصحابة؟ تحدثوا بالأموال أو بالنساء أو بالعقار أو بالأسهم والسيارات؟ قد يكون تحدثوا بالكورة والمباريات، كل هذا لم يشغلهم رضي الله عنه. به تعرفون ميزة الصحابة ومكانتهم وفضلهم، أنهم اهتموا لدين الله ولم يشغلهم شيء كما شغلهم دين الله عز وجل والعلم به ومدارسة الوحي. فقال لهم: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة يا رسول الله. والساعة من دين الله، من علم العقيدة، من الإيمان. إذن تذاكروا الساعة وقيامها. فلما قالوا ذلك وصدقوا رضي الله عنهم، كان هذا سببا في إيراد هذا الحديث. هذا يسمى عند أهل العلم بسبب ورود الحديث، وهو مهم في فهم الحديث، كما أن سبب نزول الآيات مهم في معرفة معناها ومعرفة أحكامها. قال عليه الصلاة والسلام: إنها، أي الساعة، لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. فذكر طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، والدخان، والدجال، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، والخسوفات الثلاثة في المشرق والمغرب والجزيرة، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه العلامات ستأتي تفصيلا، والشيخ المصنف رحمه الله أطال على الدجال وعلى نزول عيسى بن مريم وعلى طلوع الشمس من مغربها وعلى الدابة، لأنها آيات كبار. أما طلوع الشمس من مغربها فقد سبق أن الشمس أجرى الله العادة الكونية، من أين تخرج؟ من الشمال وتغرب في الجنوب، صح؟ يا أخواني، نعم، ليس في هذا حذاقة، تخرج من المشرق وتغرب في المغرب، يعرف ذلك كل عاقل. في آخر الزمان يخلي الله هذا النظام الكوني ويظهر فيه الاضطراب، فترجع الشمس فتخرج من أين؟ من المغرب.
فإذا خرجت وتوسطت في كبد السماء رآها الناس، فذهب الكافر يريد أن يؤمن، وذهب العاصي والفاجر يريد أن يتوب، ولكن لا تنفعه التوبة، لأن الله يقول في آية الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ ما بعض آيات ربك؟ فسرها النبي بطلوع الشمس من مغربها أو الدجال أو الدخان. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، أي تبلغ روحه الغرغرة، ستخرج من أين؟ من حلقه، أو تطلع الشمس من مغربها. ذكر الدابة، وسيأتي لها باب مستقل، دابة تدب على الأرض الله أعلم بكيفيتها، لكنها ستخرج من هنا من المسجد الحرام تكلم الناس، تكلم المسلم باسم الإسلام يا مسلم، والكافر باسم الكفر يا كافر. وفي آية النمل في آخرها تقرؤون: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ذكر الدخان، وهي آية عظيمة، دخان، والدخان في لغة العرب يحتمل الغاز، يحتمل الغبار النووي، يحتمل كل ما يشتمل عليه اسم الدخان. كل ما اشتمل عليه اسم الدخان محتمل. يغشى الناس هذا، فارتقب يوم تأتي السماء بإيش؟ بدخان مبين بين واضح، يغشى الناس يعمهم، هذا عذاب أليم. من العلامات يأجوج ومأجوج، وهم قبيلتان عظيمتان كافرتان من بني آدم ينسلون على الأرض، أي يكتسحون الأرض، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق، ويمر أولهم، هذا يدل على كثرة عددهم، يمر أولهم على بحيرة طبرية، هذه البحيرة العذبة بين الأردن وفلسطين، فيشربها فلا يبقي فيها قطرة، فيمر آخرهم على موضع البحيرة وقد يبست جفت، فيقول: قد كان هاهنا مرة ماء، كان في هذا الموضع ماء لكثرتهم، وهم كفار مشركون وثنيون عباد أحجار وأشجار وشموس وأقمار. ودليله ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث أمتك إلى النار. إذن هم من بني آدم. قال: من كم يا ربي؟ قال: من كل 1999. 999 من ذرية آدم إلى أين؟ إلى النار، وواحد فقط إلى الجنة هو الناجي. فعظم ذلك على الصحابة لوجلهم وخوفهم ألا يكونوا من الناجين ويكونوا من أولئك الهالكين، فجاءت البشارة على لسان البشير النذير صلى الله عليه وسلم، لما رأى وجوههم تغيرت، من يضمن أن يكون الناجي الواحد من الألف؟ قال: منكم واحد
ومن يأجوج ومأجوج 999. فدل على ماذا؟ أولا على كثرتهم، ثانيا على كفرهم لأن النار لن يخلد فيها إلا الكافر، ثالثا على أنهم فداء لهذه الأمة الموحدة المؤمنة من النار. نزول عيسى بن مريم وسمعتموه، الدجال وما أدراكم ما الدجال، وشر غائب ينتظر، والساعة والساعة أدهى وأمر. والدجال جاءت فيه أحاديث كثيرة لعظم خطره وشناعة فتنته وفظاعة أمره، فهو أعظم الفتن وأشنعها وأكبرها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. ما من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح عليه السلام قومه، وأنذره موسى وعيسى قومهم، وأشدهم إنذارا وإعذارا منه وبيانا له نبينا عليه الصلاة والسلام. بل قال قولته العظيمة لما ذكر أمر الدجال كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال خطبنا عليه الصلاة والسلام فذكر الدجال وخفض فيه ورفع وزاد فيه ونقص حتى تغيرت وجوه الصحابة، ظنوه وراءهم في طائفة نخل المدينة. لما راحوا إليه رأى وجوههم عليه الصلاة والسلام متغيرة، فقال ما لي أرى وجوهكم متغيرة؟ قالوا يا رسول الله ذكرت الدجال وخفضت فيه ورفعت وزدت فيه ونقصت حتى ظنناه في طائفة النخل، أي في نخل المدينة. قال عليه الصلاة والسلام إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، أنا أكفيكم إياه، وإن يخرج ولست فيكم. هل سيخرج النبي الدجال والنبي فينا ولا ليس معنا؟ انتبه لها إذن، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. استخلف الله على المسلمين، فتنته عظيمة، وسيذكر لها الشيخ بابا مستقلا في طرف من خطرها. وسينزل عيسى ويخرج بعدهم يأجوج ومأجوج، ثم الخسفات الثلاثة، خسف في المشرق مشرق الجزيرة من الخليج العربي إلى المحيط، خسف عظيم يغير الأرض، وخسف ثاني من المغرب من البحر الأحمر إلى المحيط يغير الأرض، وخسف ثالث في مركز الدنيا في الشرق الأوسط لجزيرة العرب يغير الأرض. هذه الخسوفات الثلاث تغير الأرض وتهيئها لأرض المحشر، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الزلازل والبراكين والأعاصير مرت علينا أنها من الأشراط إيش؟ الصغرى. الخسوفات الثلاثة من الأشراط الكبرى التي تهيئ الأرض تكون طبقة واحدة صعيدا واحدا يحشر الناس عليه يوم أن يبعثوا بعد نفخة البعث. آخر العلامات النار التي تخرج من بحر عدن، من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. ومن جراء هذه النار أن معها ريح حمراء تقذف الناس في البحر، أي منهم من تأكلهم الريح تأكلهم النار فيموتوا، منهم من تطردهم حتى يسقطوا في البحر فيموتوا، ويبقى بقيتهم يساقون إلى أرض المحشر أرض الشام، وعلى هؤلاء تكون نفخة إيش؟ نفخة الصعق التي أولها فزع وآخرها صعق فيموتوا. ويأتي لبقية الأحاديث إن شاء الله تتمة في الدرس بعد الصلاة، وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول السائل نحن نعلم أن الذي يقبض الأرواح ملك الموت عليه السلام، وجاء في الأحاديث أن الذي يقبض الأرواح آخر الزمان ريح طيبة، فهل هناك تعارض؟ الجواب لا،
الذي يتولى قبض الأرواح هو ملك الموت، معه أعوانه إما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. لكن الريح الطيبة كالأوبئة والأمراض والقتل أسباب للموت الذي به قبض الروح، والله أعلم. أي العرب أشرف نسبا، العرب العاربة أم العرب المستعربة؟ وماذا يفيدك هذا السؤال؟ أخشى أن السؤال هذا يفيدك أن تتبختر وتتعالى، أنا من العرب العاربة وأنا من العرب المستعربة. إن كان مدعاة السؤال للفخر والتعالي فهذا لا يجوز. وأشرف العرب الذين منهم من؟ نبي العرب صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله اصطفى من بني آدم بني إسماعيل، وبنو إسماعيل من العرب المستعربة، واصطفى من بني إسماعيل كنانة ابن مدركة، واصطفى من كنانة قريشا. وقريش من هو؟ هو قصي بن كلاب أو غالب بن فهر؟ هو غالب بن فهر. واصطفى من قريش بني هاشم، وقريش 9 قبائل، واصطفى من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا إيش؟ خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. لكن لا يصح أن يفتخر الإنسان بنسبه على غيره، إنما النسب لمعرفة أصله وليصل رحمه وليحمد ربه، لا ليتعالى ويتعاظم ويتكبر على عباد الله. لا إله إلا الله. نقدم الأسئلة المتعلقة بالدرس. يقول: هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس محتل حتى فتح في عهد عمر؟ كان بيت المقدس تحت إمرة النصارى المبدلة المغيرة المثلثة. بدلوا ماذا وغيروا ماذا وثلثوا ماذا؟ أنت بدلوا ماذا؟ بدلوا دين الله. بماذا؟ بالتحريف والزيادة والنقصان. وغيروا وحي الله. وثلثوا ماذا؟ أكلوا المثلوثة. ماذا ثلثوا؟ قالوا: إن الله ثالث ثلاثة. ولهذا خلص الله بيت المقدس من هؤلاء المشركية الأمة الغضبية الضالة إلى أمة الإيمان والتوحيد في عهد عمر رضي الله عنه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 10 فرسان وأنه يعرف أسماءهم وأسماء آبائهم. نعم، قال في الحديث الذي في مسلم: إني لا أعرف. فينطلق 10 فوارس هم خير فوارس أهل الأرض يومئذ، إني لا أعرفهم وأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. هل معناه أن التكنولوجيا والأسلحة غير موجودة؟ محتمل أنه في آخر الزمان الطاقة تنضب فيرجع الناس على ما كانوا عليه، كما هو ظاهر الأحاديث أنه ذكر النبي خيولا ورماحا وسيوفا، ويطعن عيسى الدجال برمحه. هذا محتمل وهو ظاهر. ومحتمل أيضا أن هذا الخطاب ليعقله الصحابة، وأن هذا كناية عما في أيدي الناس مما يكون بعد ذلك من الأسلحة والمخترعات. فهذا وارد ذاك وارد، والأول هو الأظهر، والله أعلم. ما تفسير قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم؟ لا، الآية ناقصة يا أخي. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم،
إن الله يحب المقسطين، فيه بيان أنواع الكفار من حيث التعامل معهم. فمن الكفار الكافر المرتد، مسلم وارتكب ما يوجب ردته عن الإسلام، فهذا ولي الأمر يحاكمه ويعرضه على القضاء فيستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا أقيم عليه حكم الشرع لأنه ترك دينه فارق الجماعة. النوع الثاني الكافر الذمي، وهو كل كافر أخذ المسلمون منه من خلال ولي أمرهم أخذوا منه الجزية، فيجب أن يصان ويحفظ في دمه وعرضه في مقابل الجزية التي أخذوها منه، لأن الله قال قاتل الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر حتى يعطوا الجزية عن يد وإيش وهم صاغرون. النوع الثالث الكافر المعاهد، الذي قبل المسلمون عهده ودخل في بلادهم بعهدهم بعهد المسلمين، يمثله الآن في هذا الزمان الفيزا التي تجعله يدخل بلاد المسلمين. من أعطاه الفيزا؟ أعطاه نواب الإمام، فدخل بفيزة عمل، فيزة زيارة، فيزة تمثيل لدولته، سفراء، قناصل، مستشارون، رسل، فهؤلاء لا يجوز قتلهم لما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا، جاء عند الإمام أحمد بإسناد صحيح من قتل معاهدا له عهد لم يرح رائحة الجنة، لأن ديننا دين وفاء، وفاء بالعهود، لا دين غدر ونذالة وقتل لكل كافر. هذا النوع كم؟ الثالث. النوع الرابع الكافر المستأمن، طلب الأمانة من المسلمين، لجأ إليهم، سواء لاجئ سياسي كما في العرف المعاصر أو لاجئ اقتصادي أيام الشيوعية والتأميم، وقبل المسلمون لجوءه إليهم من خلال ولي الأمر أو نوابه، فهذا له حرمة حتى ينتهى أجله. قال جل وعلا في أول براءة وإن أحد من المشركين إيش استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، لهذا سمي مستأمن، ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أبلغه مأمنه مكانا أو زمانا، إلى المكان الذي طلب الأمانة إليه أو إلى المدة التي طلب الزمان الأمانة إليها. كم ذولا؟ أربعة. النوع الخامس الكافر الذي لم يحمل السلاح علينا، كالعامل في مزرعته ومصنعه، والمرأة في بيتها ومطبخها، والراهب في صومعته، والأطفال في مدارسهم، وكل من لم يحمل السلاح على المسلمين فلا يجوز قتله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ديننا دين عدل وإحسان، لا دين ظلم وغدر. النوع السادس الكافر الذي حمل السلاح علينا، فلا حرمة له ولا كفارة ولا كرامة، بل هذا هو الكافر المحارب الذي يجوز قتاله، والله أعلم. يقول نرجو شرحا مطبوعا لهذا الكتاب، لأن أصحاب الشبهات والأهواء يعرضون هذه الأحاديث بوجوه غير التي ذكرتها لنا مشكورا. هذا الكتاب جمعه الإمام رحمه الله وحق له أن يشرح، ولهذا تذاكرناه وإياكم في هذه المجالس لعظيم الحاجة إليه ولأهمية التفقه في مثله خصوصا في آخر الزمان، ويسر الله ونسأل الله أن ييسر جمعه في شرح مطبوع، والله أعلم. يقول ما حكم من يلبس النعال
في العمرة حيث أنها تغطي القدم كاملا إلى تحت الكعب. إذا كان النعال من خرق ويلبسها النساء فإن النساء يجوز لهن أن يلبسن الجوارب والشرابات حتى في العمرة. إنما المرأة ممنوعة من ماذا؟ من القفازين، وهما شراب اليدين. أما الرجال فإنه لا يلبس الخفين، لا يلبس الخفين ولا الشرابين، إلا إذا لم يجد النعلين جاز له لبس الجورب والشراب وقطعه أسفل الكعبين، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فإذا كان يلبسهما أي الشرابات التي دون الكعبين من غير حاجة فنحثه على إزالتهما خروجا من الخلاف، لأنهما من ألبسة القدمين. فإن كان يلبسهما لحاجة كأنه مريض بالسكر أو يخشى البرد ولبسهما فعليه الفدية لأنه لبس مخيطا، وإن كان يلبسهما لأجل البرد أو فيه مرض السكر في أطرافه فيزول عنه الإثم وعليه الفدية لأنه لبس المخيط، والله أعلم. ما هو الأفضل في الطواف؟ قرب الكعبة مع الزحام المختلط أم أن يبتعد عنها كأن يطوف في المصابيح أو في الأدوار العلوية؟ الأفضل له أن يبتعد عن مواطن الفتنة والريبة، مواطن الريبة وزحام النساء، والله أعلم. يقول: نحن في السعودية نشتري سلعة فندفع قيمتها بالدينار الأردني ويرد لنا البائع الباقي بالريال السعودي، هل يعد هذا ربا ومخالف لشروط الصرف الشرعي؟ الصرف هو إبدال عملة بعملة، ذهب بفضة، عملة ورقية بعملة ورقية، ويشترط للصرف شرط واحد، التقابض في المجلس، تعطيه ريالات يعطيك دولارات، تعطيه دينار يعطيك جنيها، وهو في مجلس واحد مع جواز التفاضل. أعطاك ريال، أعطاك جنيه، ترد عليه ريال أو ريالين أو ثلاثة بحسب سعر الصرف، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إذا اختلفت هذه الأصناف أي ذهبا بفضة أو فضة بشعير فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذا شرط المصارفة، هو التقابض في المجلس. هذا السؤال يقول: نشتري سلعة، إذن عندهم بيع وشراء، ودخل مع البيع والشراء صرف ضمني ضمن البيع، استوفى القيمة بماذا؟ بماذا استوفى البائع القيمة من المشتري؟ بالدينار الأردني، وهو يعرف قيمة صرفه فأرجع له الباقي بالريال السعودي. فهنا عملية بيع وشراء وعملية صرف في آن واحد، دخل الصرف في البيع والشراء، جاز ما دام أنه في مجلس العقد، ما دام أنه ناوله ورد عليه. لكن لو قال: تعال بكرة وأعطيك الريالات، ما يجوز، لأنه حصل إيش؟ عدم التقابض في المجلس، مجلس البيع والشراء ومجلس الصرف، والله أعلم. سائل يقول: هل الاعتكاف مشروع في غير رمضان؟ وهل الطواف مسموح فيه؟ أبشر، الطواف مسموح في الاعتكاف وفي غيره، والاعتكاف مشروع في رمضان وفي غيره، لكن أفضل الاعتكاف الذي هو سنة مؤكدة في العشر الأواخر من رمضان. ما الدليل على أن الاعتكاف يجوز في غير رمضان؟ نبينا عليه الصلاة والسلام اعتكف مرة فرأى خياما ضربت في آخر المسجد، فقال: لمن هذه؟ قالوا: لأمهات المؤمنين. فترك الاعتكاف تلك السنة واعتكف عشرا متى؟
في شوال. شوال من رمضان ولا من غير رمضان؟ من غير رمضان، دل على أن الاعتكاف مشروع في شوال وفي غير رمضان. وفي صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره النبي أن يفي بنذره. فلا يشترط للاعتكاف أن يكون في رمضان ولا أن يكون في المساجد الثلاثة، مسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الأقصى، بل في كل مسجد تقام فيه الجماعة، والله أعلم. يقول السائل: يا شيخ بارك الله فيك، كيف أتخلص من السحر المشروب؟ أولا، ما الدليل على أنك قد تناولت سحرا مشروبا أو سحرا مطعوما أو سحرا مشموما؟ أكثر الناس الذي يظن أن فيه سحر ما فيه إلا الوهم، توهم أنه مسحور فصدق هذا الوهم وهذه الكذبة، كما يتوهم أنه معيون أو أنه محسود، فأكثر ما فيهم وهم. وليس معناها أننا ننكر السحر أو ننكر العين، لا، لكن كثير من الناس عنده الوهم، يتوهم السحر وليس فيه سحر. وإذا كان في الإنسان سحر بأي أنواعه فإنه يدفع بالقرآن، قراءة الفاتحة 7 مرات وقراءة المعوذات 3 مرات، قل هو الله أحد، وقل عن رب الفلق وعن رب الناس، وقراءة آية الكرسي، وقراءة سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وبالأحاديث النبوية، بالأوراد، بالحروز النبوية: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما، بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، من كل عين حاسد أو ذي نفس الله يشفيك. قراءة آيات السحر في الأعراف وفي يونس وفي طه، قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، ويكررها ليقوى اعتقاد القارئ والمقروء عليه، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ولا يفلح الساحر حيث أتى، يأخذ 7 ورقات سدر يابس ويدقها ويبلها بالماء ويغتسل بها، يستصبح ب7 تمرات، القسط الهندي داء من 7 أدواء، وكذلك الأدوية المباحة مما ليس فيه شرك أو استعانة بالجن أو خرافات وخزعبلات وشعوذات، والله أعلم. أديت العمرة وبعد أن تحللت وسوس إلي الشيطان أني لم أتم الطواف 7 بل 6، هذا من الشيطان ليفسد عليك عمرتك، وكل وسواس وشك يطرأ عليك بعد الفراغ من العبادة فهو شك لاغي لا عبرة به. طفت بعد الفراغ من الطواف، قال الشيطان: أنت ما طفت إلا 5 أشواط ونص، قل له تكذب وتعقب، طفت 7، لا تطاوعه. صلينا العصر قبل قليل، جاءك الشيطان قال: أنت وصلت 3 ركعات وقد سلمت وفرغت من الصلاة، لا تلتبت لي وسواسه، وعمرتك صحيحة، والله أعلم. كم باقي؟ يقول: أخذت سيارة عن طريق البنك حيث تم شراء السيارة عن طريقه، ودفع المبلغ البنك ومن ثم دفع المبلغ البنك ثم قيام العميل ببيع السيارة من أجل أنه يريد المبلغ المالي لحاجته إليه، وهذا البنك يقول إسلامي. شوفوا يا أخواني، ما يضحك علينا ولا على المسلمين، بنك إسلامي وبنك غير إسلامي، أهم شيء التعامل،
هل هو صحيح على ضوء الأصول الشرعية أو أنه ضحك على اللحى والذقون؟ لا يضحك علينا بنك إسلامي، معمل إسلامي وغيره، المعاملة هل هي شرعية ولا غير شرعية؟ هذه المعاملة تسمى عند العلماء بالتورق، لأن صاحب الحاجة ما يريد السيارة أو السلعة، يريد النقد. فإن كان البنك أولا يملك هذه السيارة ملكا صحيحا ثم باعك إياها فصارت السيارة في ملكك، بماذا تملك السيارة؟ بالاستمارة، بالأوراق الرسمية، ثم بعتها على غير البنك وعلى غير الجهة المتعاملة معه لأنك بحاجة للسيولة ونقلت السيارة بلا اسمهم بالأوراق الرسمية، فهذا البيع صحيح. أما إذا كان البيع كله على ورق وليس هناك سيارة، ورق يذهب ورق يأتي، فهذا هو العينة التي هي ربا وحيلة على الربا، جعلوا السيارة سلعة ولا حقيقة لها، وإنما أعطوك دراهم 100,000 ترجعها 120، هذا هو الربا. والمؤمن كيس فطن لا يلعب عليه. إذن إذا كان هناك بيع تكون سلعة حقيقية يملكها البنك أو الجهة الممولة ويملكونك إياها ملكا صحيحا، ثم تتصرف بها إن شئت ركبتها، بعتها، أهديتها، استعملتها بالبيع الصحيح الواضح لا بالحيل بالورق، والله أعلم. يقول: كيف نوفق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب إذا كان الإمام لا يترك فرصة للمأموم، وقول الله جل وعلا فقرأوا القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ أنت مأمور عند قراءة الإمام أن تنصت وتستمع له إلا بالفاتحة، لا بد من قراءتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال كل صلاة لا يقرأ فيها بالفاتحة فهي خداج خداج خداج، وقال مرة ما لي أراكم تنازعوني صلاتي أي قراءتي، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فاقرأ الفاتحة. أعطاك الإمام فرصة في سكتاته أو لم يعطك فرصة، وما سواها من قراءة الإمام الأخرى فاستمع لها وأنصت كما أمرك الله جل وعلا. فالأدلة يفسر بعضها بعضا، والله أعلم.